ومعانا دلوقتي من الجزائر وتحديدا من مدينه سطيف كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي اللي هيطمنا عن اخر استعدادات فريقنا ان شاء الله قبل مواجهه بكره الهامه وقبل طبعا تدريب النهارده اللي هيكون ان شاء الله الساعه 7 بتوقيت القاهره 6 بتوقيت الجزائر. مساء الخير عليك يا كريم. شكرا ليك شيما، برحب بيكي في البدايه وبرحب بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. اليوم الثاني هنا في سطيف الجزائر، مباراه الاهلي وفاق سطيف الجزائري، مباراه الاياب ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. استعدادات على قدم وساق سواء في القاهره وهنا كمان في سطيف. لو برجع معاك سريعا وبنطمن جمهور النادي الاهلي عن حاله اللاعبين البدنيه، الحاله المعنويه، مدى حاله التركيز الشديده اللي فرضها الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف. كان في تدريب اول على ملعب 8 مايو اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي وفاق سطيف في الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر، 9 مساء بتوقيت القاهرة. طبعا احنا عارفين ان الملعب نجيل صناعي، ملعب يمكن هو مميز شوية طبعا بس يمكن ضيق شوية بلغة الكورة. يمكن اتكلمنا مع كابتن محمد يوسف قال هو الملعب ضيق شوية لكن احنا لعبنا في ظروف أصعب من كده ولعبنا في ملاعب أصعب من كده. الجو العام هنا كمان يمكن في برودة شوية في الليل لكن بلغة الكورة أيضا كمان هنلاقي جري كتير في المباراة، ويمكن دي حاجة مميزة، حاجة يمكن ما تتوقعش النادي الأهلي أو هي ما تأثرش على النادي الأهلي إن درجة البرودة هنا عالية شوية. لا دي يمكن هتخلي اللعيبة تجري كتير، هتخلي اللعيبة إن هي تطلع كل ما عندها طبعا من قوة إن شاء الله في هذه المباراة. لو أيضا كمان بنتكلم على اليوم النهاردة زي ما قلنا اليوم الثاني، اليوم بدأ النهاردة مختلف شوية كعادة الأيام الثانية أو اليوم اللي بيكون قبل المباراة، بيكون اجتماع الفني بيكون صباحا، وأيضا كمان المؤتمر الصحفي بيكون أمس قبل انطلاق التدريب الأخير لكل الفرق طبعا في البطولة الأفريقية بنصف ساعة. لكن على عكس بدأ المؤتمر الصحفي في الساعة 11 صباحا بحضور مستر باتريس كارتيرون المدير الفني وكابتن فريق النادي الأهلي كابتن حسام عاشور. كان في تساؤلات كثيره جدا لكل الصحفيين الجزائريين المتواجدين في المؤتمر، اتكلموا على النجيل الصناعي، اتكلموا على الملعب، على حضور الجمهور وقوه جمهوره وفاق سطيف اللي يمكن الناس اكدت ان هو يكون في عدد كبير جدا في ملعب 8 مايو بيسع 25,000. لكن عندنا طبعا يمكن من بعض الامور هنا عارفين انه يكون في اكتر من كده كمان في ملعب 8 مايو، لكن لعبتنا يمكن لعبتنا عندها ثقه كبيره، لعبتنا عندها خبره كبيره جدا، كل اللعيبه سواء اللعيبه الصغيره اللعيبه الكبيره لعبت في ظروف اصعب من كده ولعبت في تواجد جماهيري كمان اكتر من كده. ثقتنا الكبيره ان شاء الله في لعيبه النادي الاهلي تنعكس عليهم باذن الله في الملعب ملعب 8 مايو. عايز اكد كمان من سؤالي للكابتن محمد يوسف عن تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في التدريب الاخير اللي كان في مختار التتش وجلسه بعد وجبه غداء، طلبها طبعا اللاعبين ان هم يكونوا متواجدين مع الكابتن محمود الخطيب رغم طبعا التعب وعنده طبعا بعض الام الظهر، وكان المفروض يكون متواجد في هذه البعثه او في هذه الرحله الخاصه في الجزائر. لكن طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي معالي الوزير العامر فاروق النهارده يمكن متواجد كالعاده لحظه بلحظه مع كل الفريق السفاره، كل الامور ماشيه بشكل مميز جدا ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. زي ما قلنا واكدنا قبل كده قلنا ان اللعيبه عايزينها تركز في المستطيل الاخضر في كل الفنيات، لكن الامور الخارج طبعا المستطيل الاخضر تترك للجهاز الاداري بقياده الكابتن سمير عدلي اللي بيقوم بمجهود كبير جدا خلال الفتره الماضيه كعادته بيكون متواجد قبل الوصول لفريق النادي الاهلي ب 48 ساعه. كل الامور بتكون ماشيه بشكل مميز جدا وده بيساعد لعيبه النادي الاهلي يمكن بشكل مميز جدا، تركيزهم الكبير والشديد بيكون في المستطيل الاخضر ان شاء الله. كمان النهارده هيكون في الاجتماع الفني في الساعه 5:30 بتوقيت الجزائر، تدريب النادي الاهلي الاخير هيكون في الساعه 6 مساء بتوقيت الجزائر. ان شاء الله تكون جرعه تدريبيه يستفيد منها النادي الاهلي بشكل مميز. عايزين اللعيبه تحافظ على نفسها، الاصابات عندنا طبعا كانت اصابات كثيره جدا خلال الفتره الماضيه، لكن الحمد لله لاعبين كثيرين عادوا في قائمه النادي الاهلي زي ما قلنا ميدو جابر وحسام عاشور وعمر السوليه كمان ان شاء الله يكون مميز وجاهز في هذه المباراه. واكيد يا شيما واكيد نكون مستمرين معاكم كعادتنا طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه مع كواليس النادي الاهلي هنا في الجزائر. عوده ليك شيما.